نزلنا من فوق يعني السوق المدينة القديمة فوق يعني في مش الليفل ده، في ليفل كمان أعلى. فضلت نازل نازل في شوارع تطوان وجمال شوارع تطوان، هبقى أصورها لكم حلقة لوحدها بتمشى في الشوارع. يلا بقى ننزل ناخد تاكسي لتطوان. شوفوا بقى بتنزل لمستوى تاني كمان جبل، بقى تطوان كلها على جبل، حتى الجبال اهو كلها خضرة بس الدنيا مضببة مش باينة. يلا نروح مرتين. وكده احنا يا جماعة وصلنا المرتيل. مباني كلها ابيض فازرق بسيط. مدينة ساحلية على البحر. يعني مصيف. زي مرسى مطروح كده عندنا والمعمورة في اسكندرية. تعالوا بقى نتمشى للكورنيش نكتشفها مع بعض. يلا بينا. هنا يا جماعة قربنا من الشاطئ كورنيش بس الهواء شديد جدا. في شاطئ او كورنيش مارتين. البنايات كلها ابيض فازرق. المدينة دي من أشهر المصايف في المغرب وأهمها. الصندوق ده يا جماعة بيبقى فيه الواي فاي، واي فاي، وفيها إن أنت ممكن تشحن التليفون. بس ما جربتهاش يعني. الساحلية في الأوقات دي اللي هي قبل بداية الصيف بتبقى حتى بنقول قبل زحمة الصيف يعني. أكيد في الصيف حاجة تانية. أنا سألت قالوا لي امشي قدام شوية في منطقة اسمها الجولف على الكورنيش،
تعالوا نشوفها مع بعض. شوف الهواء الجديد ازاي. شديد لكن ربيع مش برد، مع ان فصل الربيع لسه مبدأش. والشاطئ جميل ونظيف يعني عاجبني قوي، بس طبعا احنا مش موسم الصيف فالموج عالي. عن نفسي ماشي مستمتع. حسب ما قرأت ان مارتيل دي متسميه على اسم وادي اللي هو وردي مارتين بالنون، بس مع الوقت بقى نطقها باللام بقى اسمها مارتيل. حلو الشارع ده. شوفوا من شدة الرياح المفروض دي كلها مسطحات خضراء، الرمل طالع على الشوارع، الرمل بتاع البحر. يلا بينا. دي هنا ملاعب القرب على البحر. بيلعبوا باسكت. الرياح شديدة يا جماعة. يلا بينا. زي ما احنا كده بنتمشى مشيت لاخر الكورنيش. المدينة جميلة جدا يا جماعة،
فمصيف يعني دلوقتي هادية. حتى جنبك هنا خضرة. عاجبني الناحية التانية اللي هو جزء من البحر كده، جاي ممشى كده زي بحيرة. تعالوا نعدلها. طبعا الواحد يعدي من اي حتة، الدنيا هادية. البحيرة والجبل والطبيعة. ما قالوا لي اللي هناك دي بقى هي الجولف، قالوا لي لازم تروح تشوفها حلوة. تعالوا نروح نكتشفها مع بعض. يلا بينا. حلو شكل الماركت ده، ميني ماركت. مع ان المبنى بسيط بس اللوجو اللي حاطه واللون وبتاع يعني حاجة معمولة باحتراف يعني تشد. تبدأ بقى طول ما انت ماشي يظهر لك الطبيعة والجمال. دي حاجة مش متعودين عليها يعني، احنا في اي مكان مصيف في الدنيا بيبقى بحر وبس، بحر وشاطئ. انما بحر وشاطئ وطبيعة وجبل وخضرة و... كل ده في وقت واحد يعني، ما شاء الله ما تلاقيهوش غير في المغرب بس. يعني الجبل المظلم ده هناك ده كله خضرة، بس مش باين دلوقتي عشان الجو يعني. يلا بينا. حلوة عندنا الإنارة دي.
اللي تلاقوني دايما وانا ماشي بصور العمدان الاناره وعناصر التشجير والمسطحات الخضراء والكراسي الحلوه اللي زي دي. يعني دي في الهندسه حاجه اسمها الاربن ديزاين. اربن ديزاين يعني التصميم العمراني. في فرق بين التصميم العمراني والتصميم المعماري والتخطيط العمراني. نبدأ تصميم عمراني. اربن ديزاين اللي هو فرش الشارع، اللي هو بعد ما المهندسين الطرق يخلصوا الاسفلت يعني وكده والرصيفة دي، انا كراجل معماري بقى اخش على الاربن ديزاين اللي هو عناصر فرش الشارع بقى، اللي هو اعمل على التشجير والمسطحات الخضراء واحط المسافات بين النخلة والنخلة قد ايه، مثلا 10 متر، طبعا اقل حاجة 3 متر بين الشجرة والشجرة او النخلة والنخلة، اعمدة الانارة، الكراسي، سلة المهملات، الباسكت زي ما يبين لنا كده. وكنت متفوق فيها في الجامعة يعني في الأكاديمية، مادة الأربن ديزاين دي كنت الحمد لله بجيب فيها امتيازات على طول. كل ده اسمه فرش الشارع، زي الدار كده لما بتخش الدار خلاص متشطبة، بتخش انت بقى تفرشها بقى، تجيب المجلس، الغرف، البلاكر، مش عارف ايه، وتحط ده هنا وتحط ده هنا. نفس الكلام في الشوارع. يعني محدش يفتكر ان المسافة بين النخل والنخل كده محطوطة عشوائي، لا، مدروس ومتخطط وبالرسومات وكل حاجة. والفواصل دي وظيفتها اللي محطوطة في النص دي كده، هي دي وظيفتها ان هي بتقطع السور، عشان السور لو فضل مستمر كده ممكن يطيح بوحده وينهار، بس ده سور صغير يعني لازم اعمل فاصل في النص. اي سور في الدنيا، سور القصر، سور المدرسة، اي سور بص كده المحو عمرك ما تلاقيه مستمر، لازم اما يحط لك عمود في النص، عمود خرسانة، فاصل في النص ضروري. لو فضل مستمر كده يتقلب، يطيح كأنه واحد سخف يعني، السور يسخف. يلا بينا. برضو حتة معمارية في الكورنيش الجميل اللي احنا فيه ده لفتت نظر. يعني الواحد ماشي بيفتكر الهندسة والدراسة الأكاديمية. شايفين دلوقتي انا مثلا ابص من هنا عرفت ان الشارع لافف. عرفت منين ان الشارع لافف؟ اولا من النخل والمسافات البينية اللي بينه، يعني بين النخلة والنخلة مسافة، دي اسمها المسافة البينية، فبيبقى مرصوص جنب بعض كده، فجاي لك النخل لافف فيبان لك ان الطريق لافف معاك. زائد عمدة الانارة، كل دي عناصر جمالية. اشوف عمدة الانارة ازاي، تلاقيها اشوف لفة اهي بالمسافات البينية اللي بينها، فبتبين لك الطريق لافف، خصوصا في الليل. يعني انت في الليل ما تبقاش شايف الطريق لافف ولا عامل ازاي وانت سايق الطوموبيل، فعملية الانارة هي اللي بتوضح لك ان الطريق يعني بيبقى ان هو لافف يمين ولا لافف شمال. دي في الهندسة في الاربن ديزاين اسمها وضوح المسار. وضوح المسار يعني ايه؟ اللي بيوضح لك المسار، الاعمدة، عناصر التشجير، المباني، لو في بيوت تلاقي البيوت لافة كده معاك بيبين لك الطريق لافف. لكن لو جينا شلنا الكلام ده كله، الفرش ده كله، يعني الخطوط البيضاء اللي في الارض دي، التخطيط ده، خدت بالكو يعني الخطوط اللي في الارض دي لو شلناها وشلنا النخل وشلنا عمدة الانارة، مش هيبان لك الطريق انه لافف كده من انت واقف على بعد، لازم تقرب.
فهمتني ازاي؟ دي يعني بيبقى نواحي معمارية، نواحي جمالية ضروري يعني، كل ده مدروس. فشغل اربن ديزاين هنا في الكورنيش يعني على اعلى مستوى. يلا بينا. شايفين المنظر الرائع ده؟ المغرب يا جماعة. ما شاء الله كل ما تروح مدينة تلاقيها أحلى من اللي قبلها، أو بمعنى أصح بتتميز في جمالها بحاجة أكتر من اللي قبلها. يعني شفنا في طنجة ازاي البحر مع الجبل مع الطبيعة، لا هنا زيد عليها شط كمان، يعني شاطئ وطبيعة الجميلة دي كلها ما شاء الله. يعني ما شفتش كده بصراحة. ممشى نظيف وكورنيش نظيف، حاجة روعة. أنا ماشي مسافة كبيرة على رجلي بس مستمتع يعني، مش زهقان ومجهود شوية بس مناظر أكتر من رائعة. ومارتيل يعني كانت تابعة لتطوان وبقت مدينة مستقلة لوحدها يعني، مدينة مارتيل. صراحة أنا كنت فاكر إن تطوان ما فيهاش أماكن خروج، يعني طلع إن الواحد غير فكرته عن تطوان تماما. يعني الواحد هنا ممكن يجي يقعد بقى في شهر 8 و9 يعني، ولا 7 و8 مدة في الصيف. ما يملش منها. يلا بينا شوف يا جماعة كده، الواحد قعد وترتاح شوية. شايفين الجمال ما شاء الله. يلا بينا. دي كده يا جماعة وصلنا لمنطقة الجولف. أنا كنت فاكرها منطقة برة، طلع إن هي ليها بوابات ومدخل وكده، بس بصراحة بقى مكسل أدخل. ما سألتش حتى السكيورتي الدخول مسموح ولا مش مسموح. وكده بقى قدام شاطئ كابو نيجرو، ناس كتير طلبتها مني، هصورها لكم في الحلقة اللي جاية ان شاء الله، يعني عشان الحلقة دي طويلة نوعا ما بسبب جمال الشاطئ كورنيش. كده يبقى وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا. شفنا مع بعض مدينة مارتيل، مدينة جميلة جدا هادية عشان احنا قبل الصيف، يعني اكيد في الصيف كلام تاني. لا يعني تستحق ان الواحد يجي لها يصيف فيها يعني. شفنا بقى جمال الشاطئ، جمال الكورنيش. هصور لكم بقى كابو، شاطئ كابو نيجرو، ناس كتير طلبت مني اصوره، هصوركم في الحلقة اللي جاية إن شاء الله واللي بعدها. هرجع بقى لتطوان أرتاح شوية.
هصور لكم بقى باقي تطوان وباقي الاماكن، يعني نحاول نغطي معظم الاماكن اللي الناس كانت بتهدف في الكومنتات. حبايبي ومساء الفل عليكم، واشوفكم على خير ان شاء الله.